انتهاء السنوات الفقر، زيادة الثراء. الصفة التي يتمتع بها العصر الذي يسبق العصر الذهبي معاناة أكثرية الناس من مشاكل معيشية وسحقهم تحت المصاعب الاقتصادية. في هذا العصر الفقراء سيصبحون أكثر فقرا، وقسم كبير من الأغنياء سوف يصبحون أنانيين. ولكن هذا النظام الظالم والمنحرف سوف ينتهي مع العصر الذهبي. إن إيمان الناس لله واقترابهم منه سوف يزيد بواسطة المهدي، أما مشاكلهم الاجتماعية سوف يجدون حلا لها في إطار أخلاق القرآن، وكل من يحتاج سوف يعطى بأكثر ما هو بحاجة إليه، كما أوضح الرسول صلى الله عليه وسلم أن الناس سوف يعيشون في غنى وبركة كبيرة في العصر الذهبي، حتى أنهم لن يجدوا أفرادا بحاجة إلى الصدقة. سيأتي زمن يبحث في الناس طرفا بالصدقة التي وضعوا جانبا من الذهب، ولكن لن يجدوا فقيرا ليأخذ هذه الصدقة من أيديهم. قطعا أن الأموال سوف توزع في ذلك العصر وسوف تتدفق مثل الماء، ولن يتنازل أحدا لكي يقبلها.